اهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التغطيه الخاصه. الحقيقه ان مؤخرا النجمه شيرين عبد الوهاب اثناء استضافتها ببرنامج صاحبه السعاده مع طبعا اسعاد يونس اتكلمت عن تفاصيل حقيقه مثيره لما صدمت الجميع وقالت ان بيتها بيسكنه العفاريت. قالت ان الحاجه بتبقى قصاد عينيها وفجاه بتبقى مش موجوده، فيعني هي بقى قالت ببتدي ارحب بيهم ويعني اجيب لهم حاجه يشربوها، وكمان الحاجه بتظهر على طول ويعني بيحبوا أدلعهم علشان الحاجة تظهر. قالت كمان أوقات بسمع حاجة بتناديني فبرد السلام وأقول أيوة حاضر أنا جاية أهو وأنا مش بخاف من العفاريت، برد السلام عليهم وبس. يعني يمكن يعتبر الحقيقة اللي قالته الفنانة شيرين عبد الوهاب غريب شوية، هل هو غريب ولا لأ؟ الحقيقة إنه قد يكون غريب وقد يكون لأ، لو يعني عرفنا إن في كمان ممثلين تانيين ومشاهير اتكلموا عن الجزئية دي بخصوص العفاريت والجن من عائلة عزت أبو عوف، وكمان اتكلموا عن حكاياتهم مع شكرويل إلى أمير كرارة وكمان هنيدي. فخلونا نبتدي من عزت أبو عوف وعائلته. الحقيقة أنه عائلته بأكملها عاشت سنوات طويلة برفقة عفريت بعدما عاشوا داخل فيلا كان بيملكها، وانتقلوا لها بعد وفاته مقتولا لتعيش العائلة بأكملها أغرب القصص طوال سنوات طفولتهم حتى كبروا مع هذا العفريت. كمان النجم محمد هنيدي أيضا أكد أنه سبق واستأجر شقة في منطقة الزمالك وكان برفقة المؤلف أحمد عبد الله حينها، ليؤكد أنه وقتها سمع أصوات في المطبخ بتعلو مع الوقت وقام وجري وقتها، وكمان هرب من الشقة ويعرف وقتها أنها هذه الشقة مسكونة. اما لو هنروح للفنان خالد الصاوي فهو كمان الحقيقه بياتي ضمن القائمه مؤكدا انه تعرض لموقف اشبه بمشاجره مع عفريت وهو بيحضر لشخصيته في فيلم الفيل الازرق، والحقيقه انه كمان من ضمن اللي ما سلموش من العفريت النجم امير كراره قال انه استرجع ذكريات موقف شعر فيه بخطوات بتتبعه منذ سنوات من قبل الخيال وهو ماشي يعني في الشارع، وهو الامر الذي لم يقف عند هذا الحد وانما وصل الى حد ضربه من قبل هذا الخيال في واقعه كاد يموت بسببها. يعني دي قصص وحكايات النجوم المختلفه مع هذا الموضوع واللي بالتاكيد دايما بيثير الجدل. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا للمتابعه وانتظرونا في تغطيات ومتابعات جديده على مدار اليوم. الى اللقاء.